الجوليد تتمدد بسكون على ضفاف النيل كغيرها من المدن والقرى، ولكنها تميزت عن غيرها بشهرة لم تحظى بها مثيلاتها، فحيوية النيل الذي ترقد على جانبيه أضفى حيوية لدى إنسانها الذي أعطى وقتا طويلا من زمنه بحثا عن العلم والمعرفة للارتقاء بحياته. فسكنت الجوليد فؤاد السودانيين بعد أن دخلت الجغرافيا من أوسع أبوابها عبر رائدها وصانع شهرتها الصديق عبد الرحيم. نحن في منزل المرحوم صديق عبد الرحيم الأمين، وحقيقة الأخي المرحوم صديق عبد الرحيم كان صديقي، ويتعامل معنا أيام ما هو كان مغترب في أمريكا وفي مصر، وكان يراسل طوالي معنا ويرسل المساكين والأهل مصاريف شهري، فكان من الناس الخدومين للمنطقة والبلد، فالله يرحمه. يعني كان ما كان رجل ساهل. اشتهرت الجوليد بصديق، واشتهر الصديق بها، وشكل ثنائية لا تنفصل، فما أن تذكر الجوليد إلا وذكر الصديق والعكس تماما. تأسست الجوليد منذ زمن بعيد، ودخلها الإسلام على يد حسن بن عقبة ابن نافع، والذي توفي بها، واتخذ أهل المنطقة مقبرته مصلا في الأعياد حتى هذا اليوم. وترجع تسميتها حسب مواطنيها لأحد المواطنين يسمى جوليد، والذي يعتبر من أول الذين سكنوا بها، وله الفضل في تأسيس المدينة وتشجيع الناس على الإقامة بها. التسمية بتاعت الجوليد جات من واحد اسمه جولي في العهد السابق. جوليد ده لما جو ناس حسن بن عقبة بن نافع بالإسلام إلى منطقة الجوليد، هو كان موجود في البلد دي، وكان في العهد ذاك المنطقة دي من المناطق المسيحية، وخشاها الإسلام في العهد بتاع حسن بن عقبة بن نافع، وطبعا مقبرته مشهورة في الجوليد ومعروفة في شرق الجوليد، وهسه هي المصلة غرب منه بتاع العيد، غرب المقبرة دي طوالي بتاعت المدفن بتاع حسن بن عقبة ابن نافع، فالمقبرة دي مشهورة في الجوليد. فالجوليد أسست من زمن بعيد جدا، والحمد لله خشاها الإسلام من بعيد جدا، وهاجروا منها بعض النوبة أو النوبيين لمناطق كثيرة من السودان، ومناطق كثيرة من السودان مسمية باسم أسماء بتاعت الرطانة بتاعت ناس المنطقة دي، أو منطقة الجوليد أو منطقة المناطق النوبية. فتقريبا الإسلام خش منطقة الجوليد دي بالضبط قبل 1250 سنة أو 1450 سنة، يعني بعد الهجرة يمكن ب 150 سنة جونا ناس حسن بن عقبة بن نافع في عهد قريب من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمناطق الآثار بتاعتهم موجودة لحد الليلة، وعندنا مثلا في جزيرة لبب برضو أثر من الآثار موجود هناك، فمناطق كثيرة في المنطقة الشمالية موجود فيها آثار عن الحضارة الإسلامية الخشت في العهد البعيد جدا جدا. شهرة الجوليد تجاوزت محيطها المحلي إلى كل السودان حينما ظهرت عبر مقررات الجغرافيا لطلاب المدارس الابتدائية في السودان، فحفظوها عن ظهر قلب، فصارت جزءا من وجدانهم. وكانت رحلة قطار الطلاب الذي يتجول بهم على مدن وقرى السودان لا تتوقف حتى تنتهي بالجوليد بشمال السودان. الجوليد بلد والمولى عظم شانا، الجود والنصر مكتوب على بيبانا، جمال طبيعي رجح بالبلاد ميدانا، خضرة ونادية مزروعات بألوانا، من الغابة ولا شبعانا
سوري وسالي وملوات بلدت الرطانة. العجب العجيبة إذا كان نظرت ترفع جمال غزلانة. يا وعد إبراهيم كان تترك الدنيا وتغنى عشانا. وقد جاء اختيار الصديق عبد الرحيم لتمثيل المنطقة في جغرافيا السودان باعتباره نبراسا يضيء للآخرين بعلمه وقدراته المعرفية، والذي ساهم أيضا نبوغه منذ صغره للاهتمام بتعليمه من قبل والده، فأصبح رائدا للعلم في المنطقة. الحقيقة نحن اثنين أولاد واثنين بنات، أنا أكبر أولاد صديق عبد الرحيم. الوالد الحقيقة يعني موضوع الزيارة كان في المدرسة الابتدائية وكده، فالحقيقة زاروا جدي يعني جاء في خواجة ومكة عباس والمحمود في أمم وزارة التربية والتعليم سنة 36 ولا 39 افتكر، جزاره جدنا والوالد كان تلميذ في المدرسة وكده، فشافوا إنه يعني اختاروا جدي لأنه دخله ويعني بمثل المنطقة كان وكده، فزاروا الحقيقة جدي وجابوا أبوي كصديق وكده على حسب المستوى المدارس وكده. ف الجماعة دي اللي قاعد افتكر شهرين مع جدي، نزلوا وطلعوا وشافوا السواقي والنخيل وكده، سجلوا كل الحاجات دي. بعد كده الوالد الحقيقة حتى كمان يتبرعوا الجماعة دي، قالوا اللي هو أنا الصديق ده أن احنا التعليم علينا. سافر إلى القاهرة وعمل بالسفارة السودانية هناك قبل أن ينتقل في العام 1961 للعمل بسفارة السودان بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي مكث فيها حوالي 30 عاما حتى توفي سنة 1998 في يوليو من ذلك العام. برغ فيكم ودون الله وحافظوني عنده. ومنذ صغره تميز بالذكاء، وفي حياته أحب الناس فأحبوه. صديق عمي طبعاً عمي وأصغر من أبوي، وأبوي أكبر البيت أصلاً. هما كانوا مكونين من 4 أولاد وبنت،
هو صغير كده كان زول ذكي، كان بيجي في كل الإجازات. أبوي طبعا كان مقيم هنا في البلد وهو كان بيجي، كان طيب شديد وزول يعني بيحب الناس شديد، وكان والله العالم دي طوالي ماشي لحد ما يوم يسافر، تضيف الناس والعالم دي كلها قام تجي، والمعلمين الطلاب يعني ممكن استمعوا عنه كله، كان بيقوموا يجوا يزوروه من يوم يجي لمن يوم يسافر، بيته ده ما كان قاعد يضطع أبدا، كان طيب شديد وكان ولوف، وكان مع الصغير صغير مع الكبير كبير. والله نحن حس محل نمشي لما نقول من الشمالية يقولوا من الجولي، الطوالي بيعرفوه. الصديق عبد الرحيم جمع أهل الجولد بمثل ما جمع قلوب أهل السودان التي كانت تهفو للجولد التي ترسخت في أذهانهم، وكان الصديق من أخلص أهل السودان حبا ودفاعا عن الوطن. عاش معظم حياته مغتربا، لكنه كان في وجدان السودانيين بعد أن سكن قلوبهم، وكان بضيافا للسودانيين بواشنطن. وبمثل ما جمع قلوبهم على محبته كان يحتفي بهم هناك في واشنطن، وكان يقضي كل إجازاته بالسودان متفقدا الأهل والأصحاب. الحقيقة يعني أبوي يعني كان من أخلص الناس للسودان، في واشنطن كان بشكل السفر ما تصرف. أنا مشيت مبعوث في أمريكا، قال لي أنت ما دام قريت على حساب الحكومة ترجع تشتغل في الحكومة هنا. فذول كان يعني عجيب عن 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 يدافع عن السودان وكده، ويدافع عن وطنه وكده. أي زول ومشى واشنطن مبعوث غير مبعوث حكومي غير حكومي، هو أبوي كان بيستضيفه. أبوي ده أول حاجة، هو طبعا فترته أغلبها اغتراب، كان النظام ده والوقت ده أهم. يعني أنت لو قلت لي أنا جاي 10 وجيت 10:05 بيزعل منك. أي حاجة لازم يكون مرتب. وهنا قصص وحكايا تروى عن صديق عبد الرحيم، وكل واحد يحكي عنه ما عايشه. مما اتعاملنا مع بعض لغاية ما توفى، فكان رجل معروف يعني لدينا، الله يرحمه ويغفر له، وأهله موجودين حسا كلهم، هو بناتنا ديل قاعدين كلهم يا أهلنا وأهل المرحوم صديق عبد الرحيم. وصديق كان من الرجل الأص، ما عنده عداء مع أي شخص، أي شخص ما عنده عداء، كان الله يرحمه كل الناس ديل سواسية عنده كان. وأساسا هو ما كان بيقرأ هنا في الجولد، وكان مزارع، وكان راكب في الساقية. طبعا طلع في حكاية البقر والحاجات دي، طبعا طالع في التاريخ من قبل كده، وبعد ذاك سافر، وطبعا أكبر منه شوية. فأولاده حسة ما شاء الله، يوسف وصديق برضو نفس الحزوة بتاع أبوهم ماشين، برضو بيتعاملوا مع الناس ويشوفوا الناس ويزاوروا الناس، وفي الصغيرة والكبيرة، والله يرحمه ويغفر له، ده ما أعلم عنه وكده. بهذه المدرسة التي أصبحت معلما للعلم والمعرفة التي اشتهر بها، ما زال أهلها يتمسكون بمسيرته من خلال حرصهم على تعليم أبنائهم. فقد كان الصديق عبد الرحيم، وقد كانت الجولد، وقد كانت هذه الذكرى.